احتفل المواطنون التايلانديون والسائحون في بانكوك بمهرجان سونغكران السنوي للمياه عبر رش المياه على بعضهم البعض، بالإضافة إلى تلطيف أجسامهم من حرارة الطقس. وشارك في المهرجان مواطنون على اختلاف أعمارهم بدءا من الشباب وحتى كبار السن، مسلحين برشاشات المياه والدلاء، وخاضوا حرب المياه في شوارع المدينة. أعتقد أنه جيد للغاية، الجميع يحترم بعضهم بعضا والجميع سعداء ولا أحد يتشاجر. إنه مهرجان مبهج وجميل عدا أن المياه باردة فقط. يأتي المهرجان على سبيل الاحتفال برأس السنة الجديدة في تايلاند والترحيب بها عبر تقليد يرمز إلى غسل المواطنين لأنفسهم من سوء الحظ والمحن، بالإضافة إلى تمني بداية جديدة فيه. وتوقفت المظاهرات المناهضة للحكومة في خضم الاحتفال بالمهرجان في جميع أنحاء البلاد، كما أغلقت فيه بعض الشوارع بالمدينة مؤقتا حتى يتحرك الناس بحرية. وينطلق المهرجان عادة يوم 13 من أبريل ويستمر حتى 15، وتقام فيه صلوات بوذية بالإضافة إلى غسل تماثيل بوذا وتبادل الهدايا. محمد الجبالي، رويترز.